أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود. طبعا موضوع الكورونا مستمر معانا وحيفضل مستمر معانا، فعشان كده النهاردة عندنا موضوع مهم جدا في أول فقرة من فقرات البرنامج، حيكون حول أعراض وعلاج الكورونا أو فيروس كورونا عند الأطفال وحديثي الولادة. عشان كده حيكون معانا الدكتور عبد الباسط عبد الصمد، الأخصائي في الأطفال وحديثي الولادة وحساسية ومناعية ومناعة الأطفال، حيكون معنا عبر الهاتف عشان يرد على أسئلتكم. وأكيد إحنا باستقبال كل أسئلتكم ومشاركتكم على أرقام الهواتف اللي حتظهر أسفل الشاشة. الفقرة الثانية حتكون هي فقرة الأبراج الفلكية المحببة عند كتير من مشاهدينا الكرام، والنهاردة حصل حدث فلكي مهم جدا، هو حدث كسوف الشمس الحلقي. طبعا بان بشكل جزئي في جمهورية مصر العربية على الساعة 7:30 الصبح النهاردة، كان يعني قرص الشمس مختفي بنسبة حوالي 45%، وبان أكثر يعني بشكل كامل في الجزء الجنوبي من قارة أفريقيا والسعودية واليمن والهند، ولا زال مستمر تقريبا، حينتهي بعد حوالي ساعتين أو ثلاثة يمكن في يعني في جنوب الصين أو الهند. الحدث ده مهم جدا، وهو حلقي، يعني كسوف الشمس ده هيكون حلقي أو كان حلقي عفوا، لأنه القمر موجود في أبعد نقطة عن ما بين الشمس والأرض، عشان كده مش بيخفي قرص الشمس بالكامل، لكن بيخفي بشكل يعني بيكون في السنتر، عشان كده بتبان حلقة، يعني هي بتكون داير مداير الشمس عفوا القمر، وبيسموه يعني كسوف الشمس الحلقي أو حلقة النار. أي تأثير الكسوف ده على مواليد الأبراج؟ بالتأكيد ده حنشوفه أو حنسمعه وحنتكلم فيه في فقرة الأبراج، وحنشوف برضو عندنا مواضيع مهمة هي فقرة الطالع وساعة الولادة، وحنرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص مواليد الأبراج المختلفة، وكمان حنتكلم عن مواليد برج السرطان المائي، باعتبار أن النهاردة تقريبا آخر يوم في مواليد الجوزاء، ومن بكرة حيبتدي الفترة أو حتبتدي فترة مواليد برج السرطان المائي بدخول الشمس إلى برج السرطان المائي، ولغاية يوم 22/7 يوليو اللي جاي. حنشوف أبرز الصفات الإيجابية والسلبية للمولود الحساس ده اللي بيميل للخيال والرومانسية والعيلة والماضي، وكمان حنشوف التوافقات ما بينه وما بين مواليد الأبراج التانية. طبعا احنا يعني بانتظار كل مكالماتكم واستفساراتكم حول موضوع الحلقة النهاردة اللي هنبتدي فيه دلوقتي، اللي هو الكورونا عند الأطفال. ومعايا عبر الهاتف الدكتور عبد الباسط عبد الصمد، أخصائي أطفال وحديثي الولادة وحساسية ومناعة الأطفال. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، عليك وعلى القناة وعلى المتابعين والمشاهدين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بك يا فندم، احنا سعيدين بوجودك معنا النهارده عشان الموضوع مهم جدا، وفي اسئله كتير بتيجي على صفحه البرنامج على الفيسبوك على موضوع الكورونا عند الاطفال، فحبتدي معاك على طول كده عشان انا عارف برضو وقتك محدود. ايه هي اعراض الكورونا عند الاطفال بصوره عامه؟ طيب اسمح لي ان انا ادي نبذه صغيره كده عن الكورونا. اتفضل. الكورونا ده اول ما انتشر، اول ما سمعنا عنه كان في 2012، كان حصل لمواطن سعودي والمواطن ده توفى. الأيام دي لما حصلت موجة كورونا كنا في 30 ديسمبر 2019، آخر يوم طبعا في السنة، في ووهان، لما ظهرت حالة مصابة بالكورونا، وبدأ بعدها الكورونا ينتشر ويتفشى في العالم. وكان الأول الإحصائيات بتقول إن مفيش حالات في الأطفال إطلاقا في الأول في بداية الإصابات. صحيح، تمام. إلى أن دلوقتي حاليا في حالات إصابات في الأطفال، لكن الإصابات دي تكاد تكون قليلة جدا 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 بالمقارنة بالكبار، وحتى لو في إصابات، الإصابات دي من رحمة ربنا إن هي بدون مضاعفات وبدون نسب وفيات عالية بالنسبة للكبار. تمام تمام تمام. بالنسبة بقى للأعراض الكورونا عند الأطفال، هو مثلث يعتبر مكون من حرارة وسعال وهمدان وتكسير في الجسم.
وحديثا اضافوا ليهم القيء والاسهال. تمام. الحراره دي طبعا بتكون مختلفه في الكورونا عن اي حاجه تانية تماما، وطبعا زي ما احنا عارفين ان الحراره دي مش مرض، الحراره دي رد فعل للفيروس اللي دخل الجسم. تمام. طبعا الحراره عند الاطفال لما بيتصابوا بالكورونا بتكون حراره مستمره جدا وعنيفه وعاليه وخطيره جدا. والسعال طبعا ده بيكون سعال جاف وشديد بمقارنه بالانفلونزا والحاجات التانيه. واحيانا بيتطور السعال ده هو الى التهاب رئوي، التهاب الرئه. وطبعا الحمى والسعال والحاجات دي بتعمل ارهاق والام عضلات والام مفاصل، بيبقى في الام في الجسم عنيفه جدا جدا بالنسبه لاي فيروس تاني او اي مرض تاني. تمام. يعني حديثا دلوقتي اضافوا القيء والاسهال، تم تسجيلهم في بعض الاطفال، وفي نشرت فيه الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال نشرت في الجورنال بتاعها مؤخرا إن لقوا نسبة فيروس في الاسطول أو البراز بتاع الأطفال. وده ينبهنا لحاجة مهمة جدا جدا، الأمهات اللي بتتعامل مع البامبرز المفروض إن هم يغسلوا إيديهم كويس، عشان دي طريقة أخرى من طرق نقل العدوى غير الرذاذ والاختلاط بشخص مصاب. طيب، يعني اللي انا بفهمه من حضرتك النهارده انه الفرق ما بين كورونا والانفلونزا عند الاطفال هو بس ان الكورونا فيها القيء والاسهال والحراره العاليه جدا. ده الفرق اللي هو ما بينه وما بين الانفلونزا. والله احنا لما نيجي نفرق ما بين الكورونا والانفلونزا، عشان بس كميه الهلع اللي احنا بالظبط بنشوفها يوميا بالظبط من الامهات، اي ام دلوقتي لو ابنها بيعطس وبيرشح وبيكح بيحصل لها هلع وخوف، ممكن تحصل لها هي يجي لها هي سكته قلبيه من الهلع والخوف ان ده كورونا. وده تمام. بنشوفه يوميا، ابني بيكح يا دكتور، ابني بيعطس، انا خايفه ده تكون كورونا الحقني مش عارف. طب ما الانفلونزا طول عمرها بتيجي، ايه اللي فرق لنا بقى؟ انا عايز اقول للامهات ان بالنسبه للحراره في الكورونا بتكون شديدة جدا جدا وأساسية، لكن الحرارة في الإنفلونزا ممكن تكون موجودة أو مش موجودة، ولو موجودة ممكن تبقى 38 بالمقارنة للكورونا ممكن توصل 40 41 ومستمرة وما بتنزلش. السعال بقى، ابنك بيكح، ما تقوليش طالما ابني بيكح يبقى كورونا، لا، ده السعال في الكورونا ده مميز جدا جدا، بتبقى كحة جافة شديدة جدا وجافة، لكن في الأطفال بتكون كحة خفيفة، اللي قصدي في الإنفلونزا بتكون كحة خفيفة ومصحوبة ببلغم غالبا يعني. تمام. تمام؟ طيب، بالنسبة للعطس والرشح ده حاجة أساسية في الإنفلونزا، يعني أنا أقدر أطمنك طالما ابنك بيرشح ما تلاقيش بنسبة كبيرة إن دي كورونا، دي غالبا إنفلونزا إن شاء الله، طالما بيرشح، لأن الرشح مش من صفة فيروس الكورونا. كمان في حاجة، تطور الأعراض. الأعراض في الكورونا بتكون متطورة بشكل مفاجئ وسريع جدا جدا، لكن الأعراض في الإنفلونزا بتكون بطيئة، ومع مرور الوقت بتبدأ تخف، خلال يومين ثلاثة بتبدأ تتحسن إن شاء الله. تمام. طيب دلوقتي أنا عندي سؤال تاني هياخدنا الموضوع لسؤال مهم، إن هو هل بتتشابه أعراض الكورونا مع النزلة الشعبية؟ طيب، إحنا بالنسبة للنزلة الشعبية الايام دي في الخريف وفي تغيير الفصول، الصيف رايح والشتاء رايح والصيف جاي وتغيير الفصول، بيظهر عندنا نزلات شعبيه كتيره جدا جدا عند الاطفال. تمام. فده برضو مش معناه ان ابني عم بيكح وبيعطس وعنده نزله شعبيه يبقى النزله الشعبيه دي كورونا، لا طبعا، هي بتتشابه في الاعراض اللي هي كحه ورشح وسخونيه، لكن الفرق في النزله الشعبيه هي سببها غالبا الانفلونزا فيروس. يعني معظم الاطفال اللي بتجي لهم نزله شعبيه بيبقى سببهم غالبا الانفلونزا فيروس او حاجه اسمها ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، ده فيروس خاص بالاطفال اللي بيجي لهم نزله شعبيه. وبما ان الانفلونزا هي اللي بتسبب لي النزله الشعبيه، يبقى النزله الشعبيه هتختلف عن الكورونا في حاجات، اكيد هلاقي معاها سيلان بالانف، اكيد هلاقي معاها عطس، طبعا الحاجات دي مش موجوده في الكورونا، اكيد حالي معاها التهاب حل او التهاب جيوب انفيه، تمام. والسعال بتاعها برضو بيكون في مخاط في
في النزلة الشعبية. النزلة الشعبية برضو ممكن مصاحب معاها ريحة فم كريهة، لأن الطفل ده بيبقى عنده زكام، والزكام يخليه يتنفس من بقه، وكونه بيتنفس من بقه ده معناه إن في فطريات بتنمو على في الفم وتخلي ريحة الفم كريهة. النزلة الشعبية ما بنقلقش علاجها، بنعالج الأعراض وراحة وسوائل، وغالبا ما بتحتاجش مضادات حيوية، هي أيام بسيطة. ونادر لما الطفل بيحتاج لأكسجين في النزلة الشعبية، ده طبعا يفرق لنا النزلة الشعبية عن الكورونا إن شاء الله. طيب أنا دلوقتي عندي طفل في البيت وعنده أعراض أنا شاكك فيها، إزاي ممكن الأم تتعامل مع الطفل ده؟ تعمل إيه؟ أنت دلوقتي شك في طفلك، والله لو الأعراض ماشية في التراك بتاع الإنفلونزا مثلا يوم 2 3 والأمور بدأت تتحسن، ما تلاقيش دي إنفلونزا يومين 3 وهتتحسن إن شاء الله. الامور مش ماشيه في التراك بتاع الانفلونزا، حراره شديده، كحه شديده، كحه ناشفه، تكسير جامد في الجسم وهمدان جامد في الجسم، في الحاله دي ما بنجريش على المستشفيات، يعني ما برضو ما بنهلعش، بنلجا للدكتور بتاعنا او الدكتور بتاع الطفل، وهو الدكتور ده هو بيطلب له صوره دم كامله، ولو احتاج اشعه بيعمل برضو اشعه في صورة الدم بتاعته، ممكن يلاقي كرات الدم البيضاء ناقصة، خصوصا اللي هي خلايا الليمفوسايت، وبنأكد كلامنا بالأشعة، ولو الاثنين دول إيجابي طبعا بيطلب لهم مسحة. الدكتور بتاعك قال لك إن الأعراض دي أعراض مش إنفلونزا مش كورونا، وصورة الدم كويسة والأشعة كويسة، خلاص بنقعد في البيت ونحافظ على أطفالنا. تمام. طيب لو الأعراض كورونا والطبيب حدد لنا أو المستشفى حدد لنا إن إحنا نقعد في البيت وناخد علاج معين، حضرتك ابقي طفلك في المنزل وبعديه عن الآخرين قدر الإمكان، طبعا باستثناء الحالات اللي بتحتاجها رعاية طبية، دي لازم في المستشفى، واللي بيقدر ده هو طبيب الأطفال. طبعا لو طفلك لا قدر الله برضو نفس الحكاية، بتخصص غرفة عزل للطفل عن باقي الأفراد والحمام طبعا، وتتبع التعليمات الصادرة عن مكافحة العدوى ومنظمة الصحة العالمية والحكومة بتاعتك فيما يتعلق بالعزل الصحي والعجل الصحي. طيب. بالنسبة للمسحة، ده مش أي طفل بنجري على المسحة، ده بيحددها الطبيب إذا كان الطفل مخالط أو كان الطفل عنده أعراض أو صورة الدم فيها ما يشير إلى ذلك أو الأشعة فيها ما يشير إلى ذلك. تمام. طيب يعني بشكل عام ازاي ممكن الام تتعامل مع ارتفاع حراره الجسم عند الطفل بشكل عام؟ طيب انا خليني اقول لحضرتك ان الحراره، تمام، خليني اقول لحضرتك ان الحراره دي حاجه كويسه بتعرفنا ان في خطر او في فيروس او في بكتيريا داخل على الجسم، تمام؟ تمام. وجودها معناه ان المناعه بتهاجم الفيروس دوت او البكتيريا دي، فالحراره حاجه كويسه بتعرفني ان في خطر موجود، واحنا لازم نكشف ونعرف سبب الحراره ايه. لكن عشان نتعامل مع الحراره، يا ريت نخفف الملابس، يكون في تخفيه لتخفيف ملابس، ما يبقاش في قطع كتير خصوصا في الايام الحاره دي، يبقى في تهويه كويسه طبعا، يبقى في كمادات ندي خافض حراره وليكن زي الباراسيتامول شراب، ونكشف ونعرف سبب الحراره ديت ايه. تمام. طيب دلوقتي من اهم اجراءات الوقايه بتاعت اللي هو فيروس كورونا ان هو ارتداء الجوانتي والكمامات، هل ممكن للاطفال ان هم يتبعوا نفس الاجراءات دي؟ هل الماسك مناسب للاطفال؟ ايه البديل لو مش مناسب؟ طيب خلينا اقول لحضرتك ان الجوانتي ده يعني ضرره اكتر من نفعه. تمام. الجوانتي ضرره اكتر من نفعه، ليه؟ لان بيلم الميكروبات من كل الاماكن، وممكن الطفل يحط صبعه في بقه او في مناخيره وينقل لنفسه العدوى، لكن لما مش هيبقى لابس جوانتي هيغسل ايده كل شويه صح بالميه والصابون، وده قادر جدا على ينهي اي فيروس الطفل موجود على صبعه على ايد الطفل. بالنسبه للكمامات، الاطفال اللي تحت سنتين ده مش مطالبين ان هم يلبسوا كمامات او ماسك. تمام. لان الطفل ده في تحت سنتين بيعتمد على التنفس من بقه، فده ممكن يعمل له حاجه اسمها سافوكيشن او اختناق. لكن اللي مطالب بيه ان احنا نلبس الاطفال الماسك فوق سنتين، ولو الطفل قابل ده ومتكيف مع ده
لكن في اطفال لا قدر الله هانديكاب، يعني طفل معوق مثلا، عنده اعاقه، عنده سي بي، عنده حاجه ومش فاهم، خلاص ده ممكن يقعد يمسك الماسك كل شويه من قدام ويلمس عينيه ويلمس بقه، فده ممكن الماسك يكون خطر عليه اكتر لانه مش فاهم يتعامل مع الماسك ازاي. لكن الطفل اللي فاهم وفوق سنتين الماسك كويس ليه. الطفل اللي قلص من سنتين ومش عارف يلبس الماسك ومامته مثلا راحت طعامه، ممكن طعامي ابنك ما تاخريش التطعيم، روحي طعامي بس روحي في وقت ما فيهوش زحمه. ممكن تلبسي طفلك اللي اقل من سنتين ومش قادر يلبس الكمامه، تلبسيه حاجه اسمها فيس شيلد. الفيس شيلد ده حاجه زي الكاب كده وشفافه بتحمي الطفل وبتتحط على راسه وبتكون قدام عينيه كده، ويعني بتحافظ شويه عليه لو احنا مش قادرين نلبس الكمامه وهو اقل من سنتين. تمام. الدكتور عبد الباسط عبد الصمد، اخصائي اطفال وحديثي الولاده وحساسيتهم من الاطفال، شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. عفوا، ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا رب. شكرا لحضرتك وللقناه وعلى اتاحتهم لي الفرصه ان انا اطمن الاهل واكون موجود معاكم ان شاء الله. مرسي لحضرتك يا دكتور. عفوا. شكرا. طيب مشاهدينا الكرام، حنروح لفاصل، بس قبل ما نروح للفاصل ده، يعني النهارده زي ما قلت في حدث فلكي، حدث الصبح وحدث مهم جدا اللي هو كسوف الشمس الحلقي، حنتكلم عن تأثيره على مواليد الأبراج في فقرة الأبراج اللي جايه بعد شويه، وأنا بانتظار كل يعني مكالماتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم على الفقرة دي، وكمان على صفحة البرنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، اعملوا لايك واعملوا شير للصفحة وكمان حطوا كل أسئلتكم، وأنا برد بنفسي على كل الأسئلة. لو هتشوفوا التعليقات أنا كلها برد عليها واحد واحد، فإن شاء الله هتكون فقرة جميلة جدا بوجودكم. أكيد بعد الفاصل هنشوف الأغنية دي ونرجع مع كسوف الشمس وبرج السرطان وفقرة الأبراج الفلكية. ابقوا معنا. وهذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وبعد الأغنية الرومانسية الجميلة دي اللي عملت جو حتى في الكنترول جوه، نبتدي معاكم مع فقرة الأبراج الفلكية، ومستني كل أسئلتكم واستفساراتكم على صفحة البرنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، وكمان على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بعد شوية هتظهر أسفل الشاشة أرقام التليفونات عشان نستقبل كل اتصالاتكم واستفساراتكم حول مواليد الأبراج. موضوع الكسوف الشمسي الحلقي اللي حصل صباح اليوم، ويعني ممكن كان يعني ممكن مشاهدته في بعض الدول كان يعني بصورة جزئية وبعض الدول بصورة كلية. كسوف الشمس هو حجب لطاقة الشمس الفلكية عن الأرض، وحجب طاقة الشمس برضو الأشعة الحرارية وكل حاجة عن الأرض، لكن الطاقة الفلكية اللي هي بتخص موضوعنا. بنشعر قبل يوم أو يومين من الكسوف الشمسي بشوية نحول وشوية ضعف في الأمور الصحية شوية، وكمان في الأمور النفسية بنحس بنفسنا مش عايزين نتخذ قرارات مهمة، مش عايزين نمشي في الحياة بخطوات سريعة، نوع من الكسل، نوع من الملل. ده قبل يوم أو يومين من الكسوف، والتأثير ده حيمتد لغاية بكرة وبعده على أكتر تقدير، لأنه يعني طاقة الشمس محجوبة أو اتحجبت بصورة فجأة عن مواليد الأبراج، وكل حاجة طبعا في الأرض بتاخد طاقة من الشمس. كمان في موضوع تاني عندنا مهم النهاردة اللي هو ابتداء أو دخول أشعة الشمس اعتبارا من ليلة اليوم من الليل أو بكرة الصبح لبرج لمواليد برج السرطان المائي من يوم 22/6 لغاية يوم 22/7 يوليو اللي جاي. الفترة دي هتكون لفترة مواليد برج السرطان المائي اللي كانوا بيعانوا من متاعب شوية في الشهر اللي فات أو الأشهر اللي فاتت، لكن إن شاء الله هتكون عندهم فرص كويسة جدا في الفترة دي اعتبارا من بكرة لغاية يوم 22/7 اللي جاي على كافة المجالات. مولود برج السرطان المائي مولود حساس، رومانسي، عاطفي، خيالي، متعلق بالأم، متعلق بالأطفال، متعلق بالذكريات، متعلق بالحاجات القديمة، وكمان شخص مبدع جدا. من أبرز عيوبه التردد في اتخاذ القرارات والعصبية المبالغ فيها، ولما بيتعصب أو يعني بيتضايق من حاجة لازم الكل اللي موجودين برضو يكونوا متضايقين معاه أو يضايقهم برضو. حساس شوية بس اللي بيفهمه يعني بيعذره. كمان من أبرز الأبراج
الأبراج المتوافقة مع مواليد برج السرطان المائي هي الأبراج المائية اللي هي العقرب والحوت، والأبراج الترابية اللي هي مواليد أبراج التور والجدي والعذراء الترابي. أبرز الأعراض المعرضة للأمراض لا سمح الله عند مواليد برج السرطان المائي هي كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي، المعدة، البنكرياس، الكبد والقولون العصبي. وبخصوص المعدة، يعني لو يعني بيأكل حاجة وهو متضايق، أول حاجة حتأثر عنده هي المعدة، فعليه أنه شوية ينتبه على الجهاز الهضمي، وكمان ينتبه على موضوع الأكل، أنه هو برضو محب للأكل ومحب للأطعمة الكريمية اللي فيها كريم شوكولاتة وكيك وجاتو والأجبان على اختلاف أنواعها والقشطة على اختلاف أنواعها والآيس كريم والحاجات دي كلها يعني غالبا مش صحية. طيب ناخد اتصال معنا. اتصال، ألو. ألو، مين معنا؟ ألو. ألو، تفضل يا فندم. لو سمحت يا فندم، أنا مواليد، أنا مواليد 16/1/1990. تمام. وعايز اعرف برجي. حاضر، من عينيا الاثنين. شكرا اتصالك. ماشي يا فندم، شكرا يا فندم. شكرا. 16/1/1990 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثالثة والأخيرة. هنا أرقام الحظ عند حضرتك هتكون 7 و8 و4، وانت بتكون شخصية ممتلكة للحدث، بتحس بالأشياء قبل ما تحدث أو بتحلم فيها كتير، وكمان شخصية عنيدة شوية وطموحة في الحياة، وكمان شخصية متحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتك. عندك فرص كويسة إن شاء الله. النص الأولاني من السنة يعني كان في حاجات مفاجأة كتير، غير موضوع يعني فيروس كورونا والحظر المفروض على كل الكوكب، بس انت كان عندك برضو مفاجآت كتير غير متوقعة. النص الثاني إن شاء الله هيحملك مفاجآت إن شاء الله تكون حلوة. عندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للعمل وبالنسبة للعاطفة، بالنسبة للدراسة، بالنسبة للسفر أيضا، ممكن تكون في نهاية شهر 7 وبداية شهر 8، وكمان في نهاية شهر 10 وبداية شهر 11 من السنة دي. في عندي اتصال آخر من أم محمد. صباح الخير يا أم محمد. صباح النور. تفضل، يا ريت توطي صوت التلفزيون، اسمعيني من خلال التليفون لو سمحتي. مرسي، تفضلي. تفضلي يا فندم. مش عليك. تفضلي يا فندم، سامعك. تفضلي يا فندم، سامعك. الو. الو، تفضلي يا فندم، سامعك. تفضلي. الو. الو، تفضلي يا فندم، سامعك. تفضلي. الصوت في صدى كتير. سناء، صباح الخير. ايوه صباح الخير يا استاذ طارق. اهلا وسهلا بيك يا سناء. لو سمحت حضرتك، انا عايزه، الدنيا مش حلوه معايا وعايزه نعرف كل حاجه عن برجي، والايام اللي جايه هتبقى ايه يعني. انا 10/12/59. أيوة. حاضر، من عينيا الاثنين يا سناء. سنة 10/12/59 وبتقول الدنيا مش حلوة معاها. يا رب الدنيا تكون حلوة معاكي ومع الكل يا رب الأشهر اللي جاية. من مواليد برج القوس الناري الفترة الثانية، وأرقام الحظ عندك هي 1 و3. أنت شخصية محبوبة من قبل الناس، شخصية كريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، بتحبي السفر، وشخصية اجتماعية جدا، عصبية لكن قلبك طيب، وبتصرفي فلوس كتير ما بتعرفيش تحوشي. كمان بتميلي للحاجات الفلسفية والدينية والروحانية كتير في الحياة. هتكون عندك فرص كويسة إن شاء الله على شهر 8 اللي جاي، من 22/7 و23/7 اللي جاي لغاية 22/8 على كافة المجالات، وكمان فرص كويسة جدا من 22/9 لغاية 22/10. معظم مواليد برج القوس الناري السنة دي والسنة اللي فاتت 19 مروا بأمور خاصة على المجال العاطفي والزوجي، حصل فيها كتير من النوع من الانفصالات العاطفية والانفصالات الزوجية، لكن إن شاء الله هيقدروا يقفوا من جديد ويكملوا مشوار حياتهم، لأن هم أشخاص طموحين جدا. عندك فرص كويسة برضو على صعيد السفر، ممكن تكون مع نهاية السنة دي. ومرسي لاتصالك يا سناء. في عندي اتصال آخر من إلهام. صباح الخير يا إلهام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. الو، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. لو سمحت كنت عايزه اعرف، جوزي مواليد 1/79. تمام. فكنت عايزه اعرف كل حاجه عن البرج بتاعه يعني. تمام. في سؤال محدد ولا يعني معلومات عامه؟ لا، ما فيش سؤال محدد.
معلومات لا عامة. ما فيش أي سؤال معقد. طيب، شكرا يا عايز أعرف إلهام. كل حاجة عن البرج بتاعه يعني. حاضر، شكرا يا إلهام. 1/9/1970 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الثانية، هنا أرقام الحظ حتكون 1 و5، والشخصية دي شخصية انتقادية جدا ودقيقة جدا، بتنتبه على العيوب وتهمل شوية المميزات، بتنتقد بصورة كبيرة وبصورة مباشرة في بعض الأحيان، شخصية برضو عملية في الحياة، شخصية خجولة بصورة عامة، لكن هنا عنده رقم 1 في تاريخ ميلاده بيخليه شخصية شوية مندفعة وجريئة أكثر من باقي مواليد برج العذراء الترابي. كمان شخصية عملية بتحب الشغل كتير، منتجة كتير، وكمان شخصية بتميل يعني أو اللي هو بتتحسس من مواضيع الصحة، فبنشوف عندهم وسواس شوي من موضوع الصحة والأدوية شوية. العذراء بصورة عامة بيمر شوية دلوقتي يعني بعض المشاكل العاطفية والضغوط العاطفية أو المشاكل النفسية والضغوط النفسية اللي ممكن تنعكس سلبا على العلاقات العاطفية والزوجية. المطلوب نفسح له شوية مجال ونخليه شوية يعبر عن نفسه بعيدا عن يعني الضغوط. عنده فرص كويسة إن شاء الله في الفترة اللي جاية اعتبارا من بكرة، من يوم 22/6 لغاية 22/7 اللي جاي، وكمان فترة كويسة جدا من 23/8 لغاية 20/9 اللي جاي. في عندي اتصال اخر من ام محمد. صباح الخير ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. 15/11/85. تمام، سؤال محدد ولا معلومات عامه؟ عن الارتباط. عن الارتباط، تمام. شكرا. 7/5/57. كم؟ 7/5/57. تمام، شكرا جزيلا. عن الصحه يعني. ماشي. شكرا. عفوا. ام محمد 15/11/1985 من مواليد برج العقرب المائي الفتره الثالثه والاخيره، ارقام الحظ هنا حتكون 6 و9، ومولود العقرب كان بيمر بحالات ارتباط يعني ما اتكتبش ليها نجاح كثير في الفترة اللي فاتت، كل شوية ممكن بيرتبط وبعدين بتحصل حاجات معينة بتفسخ الارتباط ده، يعني سواء كان ارتباط عاطفي أو خطوبة أو حتى يعني جواز. ممكن تكون عندهم فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للارتباط في الفترة اللي جاية اللي هي اعتبارا من بكرة 22/6 لغاية يوم 22/7 اللي جاي. الشمس هتكون في مولود برج السرطان، ودي حاجة كويسة بالنسبة للأبراج المائية وخصوصا برج العقرب المائي. 7/5/57 من مواليد برج الثور الترابي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 6 و7، والشخصية بتكون شخصية ممتلكة للحدث، بتحس بالأشياء قبل ما تحدث أو تحلم فيها، شخصية واقعية جدا ورومانسية جدا، وشخصية قوية جدا وقيادية وعنيدة في نفس الوقت. عندهم فرص كويسة إن شاء الله برضو في نفس الفترة 22/6 لغاية 22/7 اللي جاي، ممكن تكون فرص لسفريات قصيرة جدا وسريعة جدا وخاطفة الفترة اللي جاية يعني الشهر اللي جاي، وكمان تكون فرص كويسة جدا على صعيد الأمور الصحية والعمل إن شاء الله على الشهر 9 و10 من السنة دي. ناخد اتصال آخر. ألو بسمة، صباح الخير يا بسمة. بسمة صباح الخير، تفضلي. صباح النور. تفضلي يا فندم. ازيك يا أستاذ طارق؟ أهلا وسهلا بيك يا بسمة، تفضلي يا فندم. لو سمحت أنا 28/8/2000 ممكن أعرف يحصل معايا إيه؟ بس أنا مش بأمن بالأبراج. ثواني 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 ثواني، واحدة 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 يا علام. 28/8 إيه؟ 28/8/2000. 2000؟ طيب، معلومات عامة ولا سؤال محدد؟ لا معلومات عامة. ماشي، حاضر يا بسمة، ميرسي اتصالك يا عزيزتي. 28/8/2000 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الأولى، أرقام الحظ عندك يا بسمة هي 1 و5، وتكوني شخصية يعني ميالة للقيادة شوية وبتحبي الشهرة وتكوني معروفة ما بين الناس وكريمة في التعامل ما بين الناس في الناحية المادية والعاطفية، شخصية برضو انتقادية جدا وبتميلي للعيوب قبل المميزات، وشخصية دقيقة جدا وبتحبي الشغل وبتحبي الانتاج في الحياة وعملية في الحياة بصورة عامة. عندك فرص كويسة إن شاء الله الفترة اللي جاية اعتبارا من بكرة لغاية يوم 22/7 اللي جاي، وكمان من 22/8 لغاية 22/9. أكثر الأبراج المتوافقة معاك كمولود برج عذراء هي الأبراج الترابية اللي هي الجدي والتور، والأبراج المائية اللي هي السرطان والعقرب والحوت. في عندي اتصال آخر من محمد. صباح الخير يا محمد. صباح النور، تفضل يا فندم. عاوز أعرف برجك. تفضل يا فندم. معاك. تفضل حبيبي، سؤالك. عاوز أعرف برجك. تفضل، ممكن أعرف مواليدك؟
1999 شهر 4 يوم 1 1/4/99. اه ماشي يا محمد، شكرا لاتصالك عزيزي. 1/4/99 من مواليد برج الحمل الناري، الفترة الثانية، وأرقام الحظ هنا حتكون عندك هي 1 و9، وأنت شخصية شوية صعبة الميراث، يعني شخصية قيادية جدا وشخصية مندفعة جدا في الحياة وشخصية جامحة في الحياة وكريم جدا من ناحية المادة والعاطفة مع الناس، إلى حد الإسراف المبالغ فيه في الأمور المادية، ما بتعرفش تحوش فلوس، وده من أخطر العيوب الموجودة في شخصيتك. كمان بتكون شخصية برضو طموحة جدا وشخصية طيبة جدا وعطوفة جدا، عندك فرص كويسة إن شاء الله اعتبارا من 22/7 اللي جاي لغاية 22/8 على صعيد الأمور العاطفية السفر والعمل، وعندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للأمور الدراسية وبالنسبة لأمور العمل برضو على شهر 11 من السنة دي. هاخد اتصال آخر. أم محمد، فضل يا أم محمد. تفضل يا محمد، تفضل يا عزيزتي. السلام عليكم. عليكم السلام. الو، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. انا حضرتك 19/7. ايوه 19/7، وبعدين عايزه اسال على حاجه معينه. اي سنه؟ يعني انا ايه مأذيه، وحد ايه سحرني، فبشوف انا مأذيه، فبشوف كده على الحيطه نجمه. اي سنه مواليدك؟ اي سنه؟ 19/7/57. 57، تمام. وانا نايمة بشوفها، لان انا حد اذيني سحرني واذيني وانا مأذية جامد. تمام. عايز اسأل هل البرج بيأثر كده فيا؟ تمام، شكرا لصالك يا ام محمد. 19/7/57 من مواليد برج السرطان المائي، الفترة الثالثة والاخيرة، ارقام الحظ عندك هنا 1 و2 و7. هنا مواليد برج السرطان بصورة عامة من الأشخاص الحساسين جدا، العاطفيين جدا، اللي روحهم خفيفة جدا، بيتأثروا تأثر سريع بكل الحاجات اللي يعني بتكون حواليهم. كمان من الشخصيات اللي عندها نوع من الوسواس والهسس شوية، يعني ممكن بيتهيأ لها حاجات هي مش موجودة، وده نابع من الحساسية المفرطة الموجودة عند شخصية مولود برج السرطان. فالحاجة دي هي مش حاجة مرضية زي ما بتقول حضرتك، بس هي حاجة نفسية نوعا ما، وهي متعلقة بالبرج، عشان مولود برج السرطان مولود حساس جدا، رومانسي جدا، وكمان يعني بيتأثر بسرعة بالمحيط، فبيتهيأ له حاجات هي مش موجودة. عندك فرص كويسة إن شاء الله اعتبارا من يوم بكرة 22/6 لغاية 22/7 اللي جاي، هتكوني إن شاء الله في أحسن حالاتك، في هتسمعي أخبار حلوة إن شاء الله على صعيد العمل، الدراسة، البيت، الشغل، بيع حاجة، شراء حاجة، هتكون كل الأمور إن شاء الله مفتوحة بالنسبة لمواليد برج السرطان ومنهم حضرتك. ناخد اتصال آخر. محمزة. عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، تفضلي يا فندم. ممكن ادي حضرتك كذا تاريخ ولا يعني ثلاث تاريخ؟ يا ريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون عشان اخد التواريخ كلها بصوره دقيقه. ميرسي لحضرتك. حاضر، ماشي، تفضلي يا فندم. عندك 3/5. ايوه. 78. 78، تمام. 1/9/83. تمام. و4/4/2008. تمام. 8/8/16/2016. 8/8/16. ماشي، شكرا لحضرتك يا فندم. 3/5/1978 من مواليد برج التور الترابي، الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و6، وتكون شخصية شوية محظوظة أكتر من باقي مواليد برج التور الترابي، وشخصية برضو عنيدة في التعامل مع الناس وقيادية جدا، ميالة للسفر والتنقل أكتر من باقي مواليد برج التور الترابي اللي بيميلوا للاستقرار والثبات في الحياة، وبيقدروا الناحية الفنية والجمالية بشكل خاص، وبيقدروا برضو الناحية المادية في الحياة، عندهم فرص كويسة إن شاء الله من بكرة لغاية يوم 22/7 على كافة المجالات. 1/9/83 من مواليد برج العذراء الترابي، الفترة الثانية، أرقام الحظ 1 و5. شخصية بتكون عصبية شوية متوترة، وشخصية دقيقة جدا في التعامل مع الناس وانتقادية بشكل كبير، وعندهم فرص كويسة إن شاء الله في نهاية شهر 8 وبداية شهر 7 من السنة دي.
4/4/2008 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الثانية. أرقام الحظ هنا حتكون 4 و2 و9، وتكون شخصية عندها مفاجآت كتيرة قوي في الحياة، وشخصية غريبة الأطوار شوية، بتميل للتكنولوجيا والحاجات التقنية والتكنولوجيا الجديدة والسوشيال ميديا بشكل كبير، وكمان شخصية مندفعة وعصبية وحساسة في نفس الوقت لكن قلبها طيب. عندهم فرص كويسة إن شاء الله اعتبارا من 23/7 اللي جاي لغاية 21/8 اللي جاي. و 8/8/2016 من مواليد برج الأسد الناري الفترة الثانية. أرقام الحظ هنا هتكون 1 و8. الشخصية دي هيكون عندها شوية تعب في الحياة، يعني مش هتحصل على أشياء بحظ كبير أو بسهولة كبيرة، لازم تبذل جهد مضاعف عشان تحصل على أشياء في الحياة، وكمان هتتحمل مسؤولية في وقت مبكر من حياتها. الشخصية دي كمان شخصية قوية جدا هتكون وطموحة جدا وبتكون أيضا قيادية. مرسي لاتصالك يا أم حمزة. في عندي اتصال. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك، تفضلي يا فندم. عايز أسأل على مواليد 11/8/87. 11/8/87 تمام. و23/10. والسنة؟ السنة احتباق موحة 91. 93/91. ايوه اه تمام. اللي هو حضرتك المعلومات العامه او الصحه والمال وكده يعني. تمام. والشخصيه وكده حضرتك. ماشي حاضر من عينيا. 11/8/1987 من مواليد برج الاسد الناري الفتره الثالثه والاخيره. وارقام الحظ هنا هتكون 2 و1، وكمان هتكون شخصية يعني حساسة شوية أكتر من باقي مواليد برج الأسد الناري، وشخصية قيادية جدا، وشخصية طموحة جدا في الحياة، ومندفعة أكتر من باقي مواليد برج الأسد الناري بسبب وجود الشمس والمريخ في مواليد العشرية الثالثة العشرة أيام الأخيرة من برج الأسد. عندهم فرص كويسة إن شاء الله اعتبارا من 23/7 اللي جاي. مواليد برج الأسد الناري بصورة عامة عليهم الابتعاد عن اتخاذ أي قرار مصيري اعتبارا من بكرة لغاية يوم 22/7 اللي جاي، عشان هتبقى فترة شوية فيها بعض الضغوط، شوية فيها بعض المتاعب، شوية فيها بعض يعني من عدم وضوح الرؤية. فالنصيحة أنه عدم اتخاذ أي قرار مصيري يخص أي حاجة إلا بعد 23/7 اللي جاي. 23/10/1991 من مواليد برج العقرب المائي الفترة الأولى. أرقام الحظ هنا هتكون 5 و9، وحتكون شخصية عصبية جدا أكتر من باقي مواليد برج العقرب المائي، وكمان شخصية هتكون برضو ميالة للانتقام في بعض الأحيان، وشخصية برضو يعني كتومة جدا وغامضة جدا، بس شخصية متحملة المسؤولية وعندها قدرة عالية على التصميم، وشخصية منظمة. عندهم فرص كويسة إن شاء الله على كافة المجالات اعتبارا من بكرة 22/6 لغاية 22/7 اللي جاي، وكمان من 22/10 لغاية 22/11 اللي جاي. في عندي اتصال آخر. علا صباح الخير يا علا. علا صباح الخير. تفضلي يا علا. لو سمحت عايزة أسأل. ألو. تفضلي. لو سمحت عايزة أسأل على رقم 10/11 و24/5، ده موافقين جواز؟ 10/11 أي سنة؟ الولد 24/5 ثمانية يا ربي. صلاح مولك 24/4. 24/5 أي سنة؟ سنة كام؟ 1990. تمام. وعشر عشر أي سنة؟ لا ما أنا أعرفش والله، هي 96، البنت 96. ما انا بقول يعني اشمعنى تعرفوا مواليد الواد وما تعرفوش 96. طيب ماشي، شكرا لاتصالك يا علا، ميرسي. 10/11/1996 من مواليد برج الميزان، عفوا العقرب المائي الفتره الثانيه. ارقام الحظ هنا هتكون 1 و9، وهتكون شخصيه عندها قدره عاليه على التصميم، شخصيه مياله للانتقام في بعض الاحيان، وشخصيه برضو منظمه جدا، وشخصيه حساسه ومزاجيه بشكل كبير. 24/5/1990 من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفتره الأولى. أرقام الحظ هنا هتكون 6 و5، وتكون شخصية ميالة للأمور الفنية والجمالية، وشخصية مزاجية متقلبة إلى حد كبير. للأسف
للأسف 10 11 96 و 24 95 صعب التوافق ما بينهم في موضوع الخطوبة والجواز. مولود 10 11 من مواليد الأبراج المائية الحساسة العقرب، ومولود 24 5 من مواليد برج الجوزاء الهوائي، والتوافق ما بين الأبراج المائية والهوائية بيكون توافق صعب جدا إلا لو عرفنا ساعات الولادة عشان نطلع ممكن الطوالع ممكن يكون في نسبة للتوافق، لكن مبدئيا التوافق صعب وأسلوب التفاهم برضو حيكون صعب للأسف. ناخد اتصال آخر. لبنى، صباح الخير يا لبنى. لبنى ألو. ألو يا لبنى صباح الخير. لبنى السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ طارق. أيوة أكيد استاذ طارق، تفضل يا فندم. الله يخليك. 11-6-88 83 تمام. و73 75 ممكن اقول اولادي ولا؟ اتفضلي يا فندم. 29/5/2007 وبنت 2012. تمام، شكرا لاتصالك يا لبنى. طيب عندنا دلوقتي اربع مواليد، 11/6/83 من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة، أرقام الحظنا هتكون 2 و5. المولود ده بشكل عام متعلق بالأم ومتعلق بالأب ومتعلق بالعيلة أكثر من باقي مواليد برج الجوزاء الهوائي، وشخصية حساسة جدا ومزاجية ومتقلبة إلى حد كبير، وشخصية برضو ذكية جدا واجتماعية جدا. عندنا 7-3-75 من مواليد برج الحوت المائي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 2 و3 و7 مكرر. شخصية كتومة غامضة ميالة للأمور الروحانية، وشخصية برضو عندها حدث كبير بتحس بالأشياء قبل ما تحدث أو تحلم فيها، ودائما بيكون حدسها صادق، وكمان شخصية رومانسية جدا وعاطفية جدا، لكن من أبرز عيوبها أنه بتكون شخصية عنيدة جدا. 29/5/2007 من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 2 و5، وتكون شخصية برضو حساسة مزاجية متقلبة لحد كبير، وشخصية ذكية جدا في التعامل ما بين الناس. 1/1/2012 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 1 و8، وتكون شخصية متحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتها، وشخصية قيادية وطموحة جدا، لكن من أبرز عيوبها التركيز على الأمور المادية أكثر من الأمور العاطفية والرومانسية. في عندي اتصال آخر. لبنى، تفضل يا لبنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. ازيك يا طارق، ايه عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي. بقول لحضرتك انا 25/12. ايوه. 64 65 64 64 تمام. وعايزه 1/12/9. ايوه. 12/9 89 تمام. و23/11. ايوه. 96 تمام. و52 91 91 تمام. و30/7. ايوه. 58 تمام. لك جزيل الشكر. ميرسي لحضرتك يا فندم. المنيو عندي ممتلئ. آخر اتصال حيكون طبعا 25/12/64 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 2 و7 و9، وتكون شخصية ممتلكة للحدث بتحسي بأشياء لم تحدث أو تحلم فيها، تكون شخصية برضو طموحة جدا في الحياة ومندفعة جدا، وكمان شخصية مقدرة الناحية الفنية والجمالية والمادية. 12/9/89 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الثالثة، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و5، وتكون شخصية ميالة للأمور الفنية والجمالية، وشخصية عنيدة ودقيقة وانتقادية جدا. 23/11/96 من مواليد برج القوس الناري الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و5، وتكون شخصية عصبية ومندفعة أكثر من باقي مواليد برج القوس، وشخصية برضو محبة للسفر والتنقل والترحال، وكمان شخصية كريمة جدا مع في الناحية المادية والعاطفية مع الناس. 52
1991 من مواليد برج الدلو الهوائي. الفترة الثانية أرقام الحظنا حتكون 4 و5 و8 وتكون شخصية عصبية ومندفعة أكثر من باقي مواليد برج الدلو الهوائي، وتكون شخصية برضو غريبة الأطوار وعندها مفاجآت كثيرة قوي في الحياة. و30/7/1958 من مواليد برج الأسد الناري الفترة الأولى أرقام الحظنا حتكون 1 و3 و7 وتكون شخصية ميالة للسفر والتنقل والترحال، وشخصية برضو قيادية جدا وشخصية عصبية لكن قلبها كبير، وشخصية كريمة جدا من الناحية المادية والعاطفية إلى حد الإسراف المبالغ فيه في بعض الأحيان. ومع المنيو الجميل ده من لبنى وصلنا معكم مشاهدين الكرام للأسف إلى ختام حلقة النهاردة. تابعونا على صفحة البرنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، وسيبوا تعليق بمواليدكم وأسئلتكم حول الأبراج وأنا حرد بنفسي على كل التعليقات زي ما أنتم شايفين على الصفحة حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك. أشوفكم إن شاء الله في حلقة يوم الحد اللي جاي، وأتمنى لكم أسبوع سعيد يا رب. مع ألف سلامة.